أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل يومين أعلنت وزارة النفط أن إيرادات العراق من بيع النفط خلال شهر مايس آيار الماضي بلغت 2.91 مليار دولار، وكلنا يعرف أن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس في أكثر من 95% وربما 100% على النفط، لأن الواردات الأخرى التي تأتي عن طريق الجمارك تأتي عن طريق الضرائب غالبيتها لا تدخل الخزينة المركزية، تذهب إلى خزينة وجيوب الميليشيات المسيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها من الأمور. فبالتالي واردات العراق من الأموال التي تدخل الخزينة تأتي عن طريق النفط فقط، فالنفط هو المورد الأساسي، لذلك يسمى العراق يعني اقتصاد ريعي يعتمد على النفط. هذه واحد. طبعا وفقا لتصريحات الحكومة مثل ما نعرف انه عدد الموظفين في الدولة العراقية بحدود 5 ملايين موظف، ربما اكثر من 5 ملايين، في بلد يبلغ عدد نفوسه مثل ما يقولون 40 مليون، وهذه حالة شاذة بكل القياسات في كل العالم، لن تجد لها مثيلا، يعني بالنسبة والتناسب لن تجد لها مثيلا أن يكون هناك في بلد 5 ملايين موظف في بلد لا يتجاوز عدد نفوسه 40 مليون. هذه حالة سنتركها على جنب، لكن الرواتب مثل ما تقول الحكومة لهذه الأعداد من الموظفين، لهذا الجيش الكبير من الموظفين، يبلغ 4.5 مليار إلى 5 مليار دولار شهريا. لما كانت واردات النفط اللي هي الأساس وليس هناك غيرها من واردات تبلغ 2.91 مليار دولار، إذا العجز في المبلغ الخاص للرواتب فقط 2.409 مليار دولار، يعني حوالي 2.5 مليار دولار العجز فقط للرواتب. طيب هذا إذا كانوا طبعا مثل ما قالوا إنه هذا في شهر مايس وشهر حزيران يبيعون النفط ب 25 دولار مثل ما يقول المستشار المالي رئيس الوزراء، طبعا ربما المبلغ اقل يعني بالبيع، لكن هو يقول ب 25 دولار للبرميل الواحد عموما، واللي هو نفس المستشار المالي رئيس الوزراء قال نحن لدينا مصروفات سماها حاكمه، يعني هذه مصروفات يجب دفعها سواء كنت مفلسا سواء عندك فلوس ما عندك فلوس، يجب ان تدفعها، تستدين ما اعرف يعني تبيع، المهم تجد هذا المبلغ لكي تدفعه. هذه المصروفات الحاكمه هي رواتب ومصروفات اخرى تتعلق بوقود، ربما ايجارات، ربما بعض الديون، لكن المبلغ الاساسي من هذه المصروفات الحاكمه اللي هي 7 تريليون دينار عراقي، المبلغ الكبير من عندها اللي هو يساوي مثل ما يقول 5.7 تريليون دينار عراقي، هذه فقط للرواتب. فبالتالي انت هذه يجب توفيرها، ويقول انه هذه 46 مادة 46 فقرة هذه المصروفات الحاكمة تحتاج الى 7 تريليون دينار عراقي. المهم العجز الشهري من هذه المصروفات الحاكمة الحقيقة يعني حوالي 3.5 مليار دولار، يعني 3.5 مليار دولار شهريا. لاحظ المبلغ، طبعا هذه حجم الرواتب من المصروفات الحاكمة مثل ما قلنا يساوي حوالي 95%، وقلنا بتفاصيلها ربما. المثير في كل ذلك والمهم في كل ذلك انه من عام 2003 لحد الان هذه الحكومات المتعاقبه اوصلت العراق الى ما يشبه او الى حقيقه ان سياسه اقتصاديه شاذه بكل معنى الكلمه، مثل ما يعني اوصلوه الى سياسات الى وضع شاذ في السياسه في المجتمع في كل شيء في كل الاتجاهات في الاقتصاد، لا وجود لسياسه اقتصاديه فعليا، لكن الوضع شاذ بكل معنى الكلمه الاقتصادي. ورغم كل الأموال التي جاءت للعراق من خلال واردات النفط، ارتفاع أسعار براميل النفط الكثيرة، إضافة إلى المعونات، التبرعات، القروض التي جاءت للعراق نحو أكثر من
ونصف التريليون دولار جاءت خلال 17 سنة، لكن الشعب العراقي والعراق لم يجني منها شيئا. العراق من خراب إلى خراب ودمار إلى دمار، الفقر زاد، البطالة زادت، الأمراض زادت، وكل شيء زاد بالتخلف، وانهارت كل بنى التحتية، انهار التعليم، وانهار الصحة، وانهار كل شيء. الحقيقة 17 سنة من النهب، وكانت الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين وجيوب دول أخرى وأهمها إيران، كانت تذهب هذه الأموال إلى مشاريع وهمية. هذا هو الحال الحقيقة. إذن حال الاقتصادي حال شاذ بكل معنى الكلمة. الآن كل القوى الحزبية، كل القوى العملية السياسية والشخصيات يتحدثون عن إنجاز كبير لا حديث لهم إلا عن توفير الرواتب، وكأنه هذا منجز للعراقيين، وكأنه إذا ما وفر الرواتب هذا منجز كبير للعراقيين، وعلى العراقيين أن يشكروا هذه الحكومات، يشكروا العملية السياسية، يوافقوا بها، وينتهوا من تظاهراتهم، ينتهوا من رفضهم، ينتهوا من كل مظاهر الرفض لهذه العملية السياسية منذ 17 سنة لها، لأنها وفرت لهم الأموال. طبعا من توفر هذه الأموال؟ مستشار رئيس الوزراء يقول للشؤون المالية، يقول خلال الشهر مايس كان العجز قد وفرناه من خلال قروض من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف التجاري العراقي. طيب هذه استدانة منعتها، وماذا عن الأشهر الستة القادمة؟ قال سنذهب إلى قروض خارجية، القروض الخارجية ستؤدي إلى زيادة ديون العراق. هم يتحدثون الآن، وهذا كذب طبعا، يتحدثون عن 124 مليار دولار العراق لديه دين خارجي، 124 مليار دولار، وهذا كذب، المبلغ أكبر من هذا، والبعض يتحدث عن أكثر من 200 مليار. لكن مع ذلك إذا كان هذا المبلغ، ومنا إلى نهاية السنة نحتاج إلى أكثر من 35 مليار دولار لسد عجز فقط الرواتب وهذه المصروفات الحاكمة التي تتحدث عنها، فالمبلغ سيكون أكثر من 160 مليار دولار ديون على العراق، يضاف لها خدمة الدين والفوائد سيتجاوز 200 مليار، من سيسدده؟ ستقع في رقبة العراقي، أجيال العراقية القادمة الحالية والقادمة تسديد هذه المبالغ، وهذه الديون للمعلومات هي ديون سيادية يسمونها، هذه واجبة الدفع، تغير النظام أم لم يتغير النظام، واجبة الدفع، لأن الضمانة فيها دول ومنظمات والأمم المتحدة وصندوق دولي، فيجب تسديدها مهما حصل، وديونها وفوائدها تزداد سنويا، فبالتالي المبلغ سيتعاظم، وشعب العراق مجبر على تسديدها، وهذه أيضا تجبر على سياسات وتوجهات وطرق للعراق ربما لا يريدها، حتى إذا جاء نظاما وطنيا لا يريدها، لكنها سيجبر عليها، لأن هذه الديون هذه هي قيود برقبة العراقيين. فالديون برقبة العراقيين الحقيقة، أما الفقر سيزداد، ستزداد البطالة، سيزداد الخراب. هكذا الآن كل القوى تهلل وتحاول خداعنا، وأقلام مأجورة تكتب عن المنجز فيما يسمى خلية الطوارئ الإصلاح المالي اللي شكلها مصطفى الكاظمي، فإنها استطاعت أن توفر رواتب الشهر الماضي وستوفر رواتب الشهر الحالي، وهذه كارثة كبيرة. إذا كان توفير رواتب الموظفين منجز لحكومة هذه كارثة، أما الحديث عن مشاريع المدن المدمرة، الرمادي، الأنباء، صلاح الدين، الموصل، كل هذه المدن المدمرة لا حديث عنها مهما تحتاج، كل البنى التحتية من مشاريع ماء وخدمات ومياه ثقيلة وبناء مستشفيات وبناء مدارس، كل هذا غير موجود، لأنه لا مشاريع استثمارية فيها، فقط لتوفير هذه المصروفات الحاكمة اللي أهمها الرواتب، وهذا يكفي. وعلى شعب العراق أن يقبل بهذا الشذوذ وهذه السياسات الشاذة، ويعتبرها منجز كبير لهذه الحكومة والحكومات السابقة. هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه، والسؤال الذي يبقى، هل من حق العراقيين إذن أن يتظاهروا وأن يخرجوا لتغيير هذا الوضع؟ أترككم بخير، وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.